عقد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي مؤتمرا صحفيا في مدينة العالمين الجديدة في إطار فعاليات مهرجان العالمين. وزير الرياضة أكد على أهمية مشاركة البعثة البارالمبية المصرية المشاركة في بارالمبياد باريس والتي تقام في الفترة من 26 من أغسطس وحتى 11 من سبتمبر المقبل، والتي تم وضع صورة رسمية لها في مهرجان العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بيشرفنا النهارده ان احنا نشارك وللعام التالي والتاني في واحد من الحاجات الاضافه الكبيره جدا لينا في مصر. الحقيقه هو مش مهرجان، هو اكتر من مهرجان، العالم عالمين، لانه بيعبر عن جزء مهم جدا الجمهوريه الجديده. كل الشكر والتقدير للمتحده وهي شريك استراتيجي. استاذ عمرو الفقي يعني رئيس مجلس اداره، احنا بنشكر حضرتك جدا على وجودك معانا وعلى الدعم الدائم، لان بننقل الصوره الحقيقيه للرياضه المصريه. انا برحب بمعالي الدكتور اشرف صبحي، واحنا الحقيقه التعاون ما بيننا وما بين وزاره الشباب والرياضه تعاون ممتد، وتعاون ممتد، تعاوننا في كابيتانو مصر، تعاوننا في دوم، وبنتعاون هنا في عدة حاجات. احنا العالمين مش بس حفلات، العالمين الشاطئ كله عليه رياضات، وعليه رياضات مختلفة، وفي رياضة السيارات، وفي كرة القدم، وفي كرة السلة. فالحقيقة وزارة الشباب والرياضة جزء أصيل من مهرجان العالمين. انا كمان عايز احيي البعثة البارالأولمبية ومجلس الإدارة، وان شاء الله يشرفونا، وهم دول الامل بتوعنا، وان شاء الله كلنا نشجعكم هناك باذن الله. شكرا جزيلا. كلنا بقى جايين، وزاره الشباب والرياضه، وزاره التعليم العالي، وزاره الثقافه، علشان نسمعكم. فاحنا هنكون فخورين، مش هنكون، احنا فخورين بيكم جدا، وبنقول من خلال العالم عالمين وجود استاذ عمرو الفقي رئيس المتحدة، احنا بنشكرك على وجودنا كلنا، وجود الشباب المصري في مهرجان العالم عالمين، ويكون رحلات يوم الواحد، طلبة جامعات ومراكز شباب وكيانات شبابية، وطبعا الفرق الموسيقية، عشان نقول لكل اهالينا الشباب المصري اهو شباب الجمهورية الجديدة، اللي رؤية فخامة الرئيس من 2014 دايما رسالته يا شباب مصر، أنا عارف أنتوا عايزين إيه، وبدأت القصة وبدأت الحكاية، وإحنا كمان وزارة الشباب والرياضة ورا كل شاب مصري حقيقة بننفذ هذه الخطط مع يعني المجموعة الوزارية للتنمية البشرية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية. احنا فخورين بيكم وسعداء ان كنتوا تسمعوا بره مصر وجوه مصر الشباب المصري بيعمل ايه، وفرقه الانفوشي. شكرا، كل التوفيق. اولا برحب بمعالي الوزير، والحقيقه يعني انا سعيد بالمنظر الجميل ده وبوجودكم كلكم هنا، وبوجود وزاره التعليم العالي ووزاره الشباب والرياضه وفرقه الانفوشي كمان. انا يعني ان شاء الله انا سامع ان حاجه عظيمه يعني، وربنا يوفقكم ان شاء الله. ميرسي على ذوقكم.